بهمة الجيش العربي السوري والقوات الرديفة الآن بلدة المشيرفة تعلن صديق بالكامل. هذه البلدة التي شهدت اشتباكات عنيفة وكانت المجموعات الإرهابية المسلحة تتحصن بقوة داخل هذه البلدة. الآن بلدة المشيرفة صديق بالكامل وتحت سيطرة رجال الجيش العربي السوري. هنا رجال الجيش لكم التحية طبعا من جميع السوريين وأيضا ضباط الجيش السوري والقوات الميدانيين في هذه المنطقة، تحية لكم أيضا ونقول ألف مبروك هذا الانتصار. قوات الرديفة والقوات الجيش السوري ونمور الجيش تتقدم بقوة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي وريف حماة الشمالي، ونصر قريب إن شاء الله سيعلن خلال ساعات. قرية أبو دالي ستكون خلال ساعات إن شاء الله تحت السيطرة الكاملة، ومنها باتجاه ناحية التمانعة وباتجاه عمق ريف إدلب للوصول إلى مطار أبو الظهور العسكري. لكم التحية من داخل بلدة المشيرفة، لكم التحية والشكر من أيضا رجال الجيش العربي السوري الذين يقدمون لكم هذا النصر مع نهاية عام 2017 ودخولنا في العام الجديد. كل عام وأنتم بخير، وأيضا نقول لجميع أمهات الشهداء الذين سقطوا في هذه المنطقة هذا النصر مقدم لكم. الله يرحم الشهداء جميعا. هذه البلدة طبعا ضحى رجال الجيش كثيرا للحصول عليها وإسقاطها والسيطرة عليها بالكامل. لكم المحبة مرة أخرى، وشكرا لكم ولمتابعتكم عبر صفحتي الشخصية.